دشن مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمدينة الحوطة في محافظة لحج، دشن توزيع مواد التمكين للفتيات المتحررات من الأمية في مجال الخياطة والكوافير والمعجنات والاقتصاد المنزلي. واستهدف التوزيع الذي ينفذ ضمن مشروع بوابة التعليم المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تستهدف 20 امرأة من النساء المطلقات والأرامل والمعنفات والأسر الأشد فقراً. وخلال التوزيع أشارت مدير محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة انتصار كرد أن تمكين النساء المتحررات من الأمية من شأنه مساعدتهن على تحسين مستواهن المعيشي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهن عبر توفير فرص العمل، داعية الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المانحة دعم برامج محو الأمية ومساعدة النساء لحفظ نسبة الأمية وربط التعليم بالمهارات. هذا وقد بلغ عدد المتحررات من الأمية بمحافظة لحج من عامي 2022 وحتى 2023 أكثر من 2000 متحررة، حيث تشير المؤشرات ازدياد معدل الأمية في المحافظة بما يقدر 40%. هذا اليوم يعتبر بالنسبة لنا خطوة إيجابية قام بها مكتب محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك من خلال توزيع مواد التمكين للفتيات المتحررات من الأمية عدد 20 امرأة في مجال الخياطة والكوفير والاقتصاد المنزلي، والتي سبق تدريب لهؤلاء النساء لفترة شهر ضمن تدخل مشروع بوابة التعليم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهذا المشروع طبعا مما لا شك فيه سيساعد النساء على تحسين مستواهم المعيشي وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين دخل الأسرة، حتى تتمكن النساء من العمل أسوة ببقية الأسر ويكون لديهم فرص في العمل حتى يتم إدماجهم بسوق العمل، وأن تكون التجربة أيضا متكررة على مستوى بقية المديريات. وهذا نموذج بسيط فقط من استهداف المتحررات من الأمية. أملنا كبير أن يستمر الدعم والمشاركة، كما نوجه دعوة لكافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المانحة أن تعمل على دعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتساعد هؤلاء النساء على انتشال أوضاعهم للنهوض بهم لمستوى أكبر لهدف خفض نسبة الأمية وربط التعليم بالمهارة.